بزاف ديال المسائل من بينها مسألة التجارة. بصفتي مصطفى كوريعان أولا رئيس جمعية الوحدة للتجارة فيها سوق الجملة الخضراء والفواكه بسلا، بغيت غير نسأل معظم الناس في مدينة ديسكا ما كيعرفوش شي حاجة كثير على المارشي ديال ديسكا، المارشي ديال الخضراء ديال الكرو اللي كنقولوا ليه حاليا. المارشي ديال ديسكا اللي كاين دابا حاليا في طريق القنيطرة واللي صادق مؤخرا صادق مجلس المدينة على النقل ديالو إلى مدينة الرباط في اليوسفية بالدرجة الأولى، وكان داك القرار كنا حنا عرضناه ولقينا نفسنا حنا بوحدنا كجمعية ديال التجار المهني سوق الجملة الخضراء والفواكه بسلا، لقينا نفسنا أمام العالم كامل ربما كان كلشي باغي يحول المارشي، لأن المارشي تما حنا ما كناش ضد التحويل ديالو يعني النقل ديالو من تما لزبرة، ولكن كانت مفاوضات ماراطونية من شحال هادي مع المجلس اللي كان قبل باش نقل المارشي لواحد البلاصة اللي كتلائم واللي كنشوفوها حنا من باب أننا حنا المهنيين وكنعرفوا أشنو كيدار وكنعرفوا ذاك الموقع اللي باغيين يحولوه ليه حاليا، كنعرفوا بأنه هو راه عندنا عليه مؤاخذات. كان الاتفاق باش يمشي سوق الجملة لجهة وقناد، وكانت المساحة المقررة باش يدار فيها السوق تما 51 هكتار زائد 50 هكتار كاحتياط باش من بعد إلا احتاج السوق يتوسع. هذا البلاصة اللي تحول لها السوق 27 هكتار ومارس 25 هكتار، أنا المعلومة ما عنديش دقيقة بالضبط، ربما 25 هكتار بالدرجة الأولى، وهذا المشروع اللي كان غادي يكون في بوقنادي. أنا بغيت نهضر غير واحد على واحد المسألة، المشروع اللي كان غادي يدار في بوقنادي واخا فات الوقت على هاد الهضرة هادي باش يعرف بنادم باش يسمعها باش يدخلها في الدماغ ديالو، كان غادي يتقام واحد التكلفة مالية، أولا الأرض زيرو درهم كان وفرها العمدة والسيد المهدي اللي كان سميتو اللي كان والدي ديال سلام الطعيم بزيرو درهم. والتكلفة ديال الإقامة ديالو كانت غتكون واحد يعني تقريبا بسيطة شوية ماشي بحال هذا اللي كاين هنا. صدقت عليه اثنين، المشروع صدقت عليه 22 جماعة محلية ومشات تما، وفرحنا للإنسلة بأنها هي غادي تبقى فيها واحد المعلمة اللي هي سوق الجملة اللي كيشكل واحد نقطة مهمة ومورد أساسي للمدينة ديال سلا، وغادي يشغل واحد الفئة معينة اللي كنا كاملين كنتمناو انها هي تحافظ على المناصب الشغل ديالها داخل سوق الجمله. سوق الجمله يا ساده هو واحد النقطه اللي تتعاود تربي يعني تدير ريسيكلاج لكاع الناس اللي كتكون عندهم سوابق سجنيه وداك الشيء كيجيو كيخدموا عندنا حنا، هو مقر العمل ديال الناس اللي ما عندهم حتى مهنه واللي رافضينهم جميع المهن، وللناس المتقاعدين والناس اللي كما قلنا الورش المفتوح اللي كيجي اي واحد بلا وثائق اعتماد ولا شي حاجه بحال هكا كيجي كيمارس المهنه ديال التجاره. كنا كنتمناو المدينه ديال سلا تحافظ على هذا المكسب، خصوصا انه لو ان المدينه ديال سلا ضافرت الجهود ديال بزاف ديال الناس كانت تحقق نفس الدار البيضاء في المداخل ديالها. السوق ديال الجمله كيدخل 3 مليار و500 مليون سنويا للجماعه، وكانت لجنه ماليه قبل ما يصادقوا على قرار ديال النقل ديالو هي اوصات عطات توصيات. هذا المجلس الجديد ما ريحش معنا وما ريحش مع المهنيين وما خداش الاراء ديالهم وما دارش بتوصيات اللجنه الماليه اللي كانت هي عطات بزاف ديال النقاط اللي كتمنع ان السوق يتنقل من هنا لهنا. من بين هاد النقاط اللي كانت شاغله اللجنه الماليه ان المدينه ديال سلا عندها خصائص ديال 28 مليون ديال الدرهم في الميزانيه ديالها، وكانت المشروع الجديد باش تنضم ليه المدينه ديال سلا كيقتضي انها تساهم بواحد 42 مليون ديال الدرهم كمساهمه منها، في حين ان السوق ديال هنايا غادي يتقام كامل هو كلا 59 مليون ديال الدرهم باش غادي يتقام كامل، وغادي يكون قطبي يعني غادي ياخذ بين تماره والصغيره وسلا والرباط، وغادي يكون سوق فيه مواصفات عالميه، وغادي يكون فيه 51 هكتار من موراه 50 هكتار يعني قابل انه يتمدد، يعني قابل انه يجعل لنا مدينه سلا قطب اقتصادي اللي غادي تنافس الدار البيضاء اللي كنمشيو حنا دابا كنتقدروا مشيتو تنجيبو. في ظروف حل في ظل يعني مختصر لكم في ظل الظروف الراهنه اللي كيشهد العالم ارتفاع اسعار البترول زائد الجفاف اللي كيعانيه المغرب واللي كيعيشو كنتمنى انه ما تعاودش علينا هذه السنه هذه من قلة التساقطات. حنا كاملين في مدينه سلا مقبلين على واحد المغرب كامل ماشي غير في مدينه سلا مقبلين على واحد الارتفاع اللي ربما على حسب التدخل ديال الدوله يقدر يكون حاد شي شويه يقدر يكون هابط، خصوصا الى جايين في رمضان جايين بزاف ديال الامور اللي غتكون ناقصه مع التساقطات. كنتمنى المدينه ديال سلا
ما تفرطش في المناطق الفلاحيه اللي عندها الدرجه الاولى اللي باقي تيتزرعوا اللي كانوا تيشكلوا واحد 70% ولا 60% من الاعتمادات ديال مدينه سلا ديال الخضر والفواكه اللي كتاكل منها. حنا في المدينه ديال سلا ولات عاله على بزاف ديال المدن اللي هي منتجه للفلاحه بحال مثلا اكادير بحال بني ملال بحال الغرب بحال سميتو اللي كتجينا منهم بزاف ديال الحوايج. السواني اللي كانوا هنا كلهم لوبني البلاصه اللي غادي دير فيها مارشي ولا تبني البلاصه اللي دايره بينا ولا تبني اش غادي ياكلوا هاد السواني؟ حنا ما كنجيو حتى شي حاجه يعني الا قلنا البطاطا بالفرنك انت مضطر باش تشريها، قالوا لنا ماطيشة بالفرنك انت مضطر باش تشريها. خص المدينه دير واحد القانون كيمنع البناء في المناطق الفلاحيه باش تبقى ديك المناطق الفلاحيه كنستافدوا منها وكتعطينا واحد الحاجه اللي كناكلوا كاملين هنا. هاد الشيء هذا خصو يتعدل. زي واحد القضيه هاد السوق ديال الجمله غادي نهضروا على المشاكل ديالو، فيه مشاكل كثيره، فيه اختلالات ماليه، فيه مشاكل ديال التسيير، واخا في مشاكل ديال التسيير، في آلية اشتغال السوق، زائد واحد الحاجة اللي هي مهمة لا يعقل أننا نحن في القرن 21 حنا في 2022 وما كاينش قانون منظم لسوق الجملة، حنا كنخدموا دابا حاليا سوق الجملة بقرار وزاري ديال المديرة ديال 62 اللي كيفرض على كل تاجر كيدخل السلعة ديالو يخلص واحد الرسم ديال 7% على رأس المال، راه لا يعقل أننا نبيع مليون ونخلص عليه 700 درهم والحانوت كتهضروا على محمد وسميتو هذا، كاملين محتاجينهم. كتجي 700 درهم 700 درهم ديال الضريبه في العام كامل وكتجي غاليه. حنا انا كنهضر على شخصي والتجار اللي معايا والناس اللي كنمثلهم انا كندخل فياج ديال التفاح كنخلص فيه 2500 درهم حتى 2800 درهم يوميا الا كملتو في النهار. راه ما كاينش شي حد في العالم اللي كيخلص على صندوق على فياج ديال التفاح، يعني 350 صندوق كتخلص عليها 56000 ريال في النهار. انا كنتحدى شي واحد يقول لي هذه المعلومه غلطه ولا يجي يناقشني ونعطي فاكتوره غنعطيك كل شيء. السي مطير عارف اشنو كاين. هذا الرسم راه قلنا بانه هو راه طبق في سنه 62 62 كانت البطاطا دايره 6 ريال، كانت التفاح داير درهم، كانت بزاف ديال الامور اللي كانت رخيصه، كانت لافوكا دايره 10 ريال. دابا هذا الشيء هذا طلع غادي يكون على ظهر المواطن وكنتمنى هذا الشيء هذا يتراجع. وسمحوا لي على الاطاله.